اليوم السعاد توقدات، اليوم السعاد مشات لواحد البلاصه اللي ما طيحش على الجل كحل. ليش مشات سعاد تما؟ والسبب اللي خلات تمشي لديك البلاصه ما غطيح لا عليكم نتوما لا على المشاهدين ديال غزينه. بلاصه مهمه، وبرافو سعاد، برافو سعاد. انا غنقول لكم سعاد فين مشات وعلاش مشات، وتما غتقولوا اوكي متفقين مع سعاد تمشي لديك البلاصه. السلام عليكم المشاهدين الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية لانتم ولا الناس العزاز عليكم. المهمات خواتات لايكات ديالكم والتعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. قبل ما ندوز لسعاد فين مشات وعلاش مشات والغرض المهم اللي مشات عليه ديك البلاصة، حياني الله حياني الله يا ربي وطولتي ليا في العمر، يا ربي طولتي ليا في العمر. شفت هادي دخلات امي نعيمة الله يدوب معاها يا سويعه، حياني الله شفت غوزينو كتجمع الزهاج البكريشة جوج من الحاجة، جوج قيصرات، جوج قريصنات، جوج سريولات. لا هاد السريول ما فيه الصمتة، لا هاد وتم المانطا، تم المانطا دارت عليها فيديو. شتي زهج شيري من داكشي، قلتي ملي باغا تمشي عندو ديري حوايجات، ديري حوايجات مقين، سيري شري لي حوايجات جداد. تي غادري بالحوايج اللي كان كيصور بيه بحال هذا، راه كان كيصور بيه، هذا كان كيصور بيه. سيري كسي يا خي عندو الفلوس وكتدخل الفلوس ولاباس عليكم، عندكم 100 مليون. سيري شري الدري، شري الدري، شري المفرقع غريسنات جداد، شري تقيشرات جداد، شري ولاد جداد باش يفرح. هو الحوايج لبسهم في الدار وغيلبسهم في الحبس، حتى انتيا كضحك على الواحد، حتى انتيا. والواعرة، الواعرة هي طلبات الخلوة، باش كنقولو مكبوتة راه مكبوتة. ما صبرتيش يومين، واش عليك العافية ولا مالك؟ صبري على يومين بعدا ولا ثلاث ايام ولا واحد السيمانه ولا تي السيك ديال لا بي في بقات لي على الخلوه. شو الناس فين كتف الناس في الناس والقرع في مشيت الراس. السيد كيفكر عيا ربي غيخرج من تما سالم ويخرج من الناس سالم، كيف كتفكر في الخلوه؟ الخلوه تي شحال من شهر هو معاك ما قنعتيش، الخلوه باغا كنتي حارمه في الحريه باغا تحرمي حتى في السجن تسلطي عليه. الخلوه وانا نفرمي راه مسوقش لذاك الشيء، الخلوه الخلوه ومسوق عليك الخلوه يا ربي. سيد في حريرته يا ربي غيخرج من تما سالم منها ويا الخلوه. الا طلع دارك بالخلوه وما كانش غير مده طويله، وغنبشرك واحد البشاره، غنبشرك واحد غتعرفي مشات سعاد حتى اليوم. غتقولي ميمتي ميمتي واش داني نمشي، ميمتي ميمتي واش داني نسيدي هدي تا وليت كاع كريدي، ميمتي ميمتي واش داني نمشي تا لديك البلاصه. قالت لك غادا عندو طالبه الخلوه، دخلنا عليكم بالله واش هذا وقت الخلوه. اقول شنو الفرقع ملي غيعرفك درتي هاد الطلب ديال الخلوه غيخرج غيطلقك. والله انا بقيت كنضحك من سمعتها قالتها قبيله، وقالت لك حنا الكانيشات ياك الكانيشه الكبيره ياك البيتبول هي المجحومه، المجحومه وفيها الخير عليك. شي كلاب فيهم الخير اوفياء وكيديروا واحد الخدمه ديالهم وكيحضيهم من الترك ديري على الفتنه وتشتيت الاسر، فهمتي؟ عرفت سعاد فين مشات اليوم؟ مشات تا هي غادا دير طلب الخلوة، واخا تقد واخا طير في عرش المفرقع، المفرقع راه عندها تاهي باقا مزوجة بيه بالوراق، هي عندها حق دير معاه الخلوة باش تنافس السريعة، السريعة دير معاه الخلوة باش هي هاديك. لكن كانو غيعطيو السريعة مرة في السيمانة يعطيوها مرة في 15 يوم، واخا تحرمي عليها. برافو سعاد، سيري وديري الخلوة تنتي. طالبي الخلوة مع المفرقع على راجلك بالوراق، سيري طالبي الخلوة عمري على بوا الوقت، عمري الوقت. هي اللي كانوا يعطيو مره في السيمانه يعطيوها جوج مرات في مره في 15 يوم، حتى خاصك الخلوه من واخا عندك اللي تبقى تشوف فيه الفرقع شوف فيه يشوفك وخرجي. المهم عندك تاتي وقتك ديال الخلوه، مالا ماشي من حق المشاهدين هذا حكموا بالحق، ماشي من حق سعاد هاك مراته كتقولوا على سنه الله ورسوله، وا تلقى من حقها تاخذ الخلوه، من حقها تشوف راجلها في السجن عادي. يلا السريعة بغيتي بغيتي سعاد توقد لك الناموسه تلقى باغا الخلوه، من حقها تاخذ الخلوه معاه. يلا خلي داك الغزين وعندك يكرم. والله العظيم الا قالت لك حنا كانيشات حنا كنحارب واحد حزنم كتستغل القاصرات وباغا زيد بالخلوه، اي راه بوحدها هذه هي الخلوه راه عمري سمعت انا. السيد المراه مسكين كتفكر يا ربي يخرج، بغيت نقول لكم ان السريعه والله حتى باغا يبقى تما معول عليه مشي تما قبيله غادي بواحد المانطا غليظه نيت، ماشي شي مانطا ديال عارف انت بالصيف دير لها مانطا رهيفه ولا عارفه غيطول تم مزقاده ليه الدقاش خليها هو غرقتيه. قالت لك مانطا جوج من الحاجه وغدا نبقى اليوم كنت تدري ويش واحد شويه اليوم شتي واخا مره كتمجدي ولكن ما لقيتيش جي لان سعاد ما كتجاوبك، سعاد غتجاوبك قانونيا اما كاينش غتجاوب في اليوتيوب اما تحلميش واخا تضلي طيري وتنزلي
ما غتحرميه السعاد عيتي من السيف ديما غتجاوبكش، غتجاوبك قانونيا، قانونيا غادي تجاوبك. دق السكات، دق المعلم، ماشي بلا 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 بلا. داوي خاوي داوي خاوي. سعاد مز... سعاد ما قاريه، ما فيلسوف بحالك، ما قاريه القانون. سعاد عبنت باب الله صافي، ياكتي قاريه وانت واعيه وانت حامله المشعل. سعاد ما حامله حتى حاجه مسكينه. سعاد عدري ويش بنت با محمد امي ميلوده صافي، انت قاريه، يلا ورينا شغلك قانونيا، فهمتي؟ وتحيه القضاء المغربي النزيه، وعاش الملك. الله يخلي لينا تاج فوق الراس، الله يخلي لنا سيدنا ويطول عمره يا ربي، والله يشافيه لينا، فهمتي؟ غزينو غزينينو البوالينينو اللي باغي الخلوينينو. الخلوه تبقى تسقد على الخلوه مسكين، واش دابا السيد الحاله اللي هو فيها قال لك راه مصدوم ما كيدويش، كانوا خارجين دوك العاقسات كيغوتو. بوكريشا بوكريشا مدمر، دمرتوه وبوكريشا صيفطتوه، وراه ما درنا ليه والو خوتي، وبوكريشا دار ليه فمو هذا عاكي يشرك بي عاد كيدوي. قال لك راه ماشي حنا صيفطنا بوكريشا، عطاتو غزينو ديالكم وانتوما كتبكيو عليه. شو يا اسفاه، نتوما كتبكيو عليه طايحين من دبا. ها ها بوكريشا، ها بوكريشا مهمتي، ها مهمتي بوكريشا تشد. ها واليوم خرجوا قال لك بوكريشا بخير وعلى خير، ما خاصو شي خير، ضاحك ناشط مع راساتو بيس اند لوف. عرفتو علاش؟ حيت عارف مخلي الجفاف ديال اليوتيوب غادي تخدم ليه وتجمع ليه الادسنس، فهمتو؟ هو ما كيهموش، هو ما مسوقش، المهم هو الادسنس يتجمع ليه الادسنس، مين من الفلوس بين قال عارف هادشي في الصالح ديالو، انه يتشوه وتشوشره باش هو يدخل مين مي. ومعارف بناتو غادي يخدموا عليه، والسريعه غتستغل البنات. ما بغيتش نصرح في شي حوايج غادي يكونوا ان شاء الله غديرهم سعاد قانونيا على دوك البنات ان شاء الله، فهمتو؟ سعاد راه بقات تشوفها ساكته، راه ساكته في اليوتيوب، ولكن في الخاص راه كتخدم الشغل ديالها قانوني باش توضع حد لهذا الشيء. حد بقات تما تبكيو وتنابحوا لا بوكريشه هانتوما غرقتو ودرتو لي، حنا ما درنا ليه والو عباد الله، احجر العافيه باغي نتورطونا صح، درتو لي درتو لي وما درناش ليه، انا ما كانش الفرق يبقى برا، يبقى غير تجاوب معايا ونجاوب معاه في اليوتيوب وعندي الرباح. انا ما عنديش الرباح يتشد ولا ما يتشدش، انا هو اللي دار الدم يستاهل العقوبه، انا اللي فاقصني وفاقصني، انا اللي نطردك ديك المره راه هذيك شنيتيكا، هذيك شنيتيكا شنيتيكا. دابا راه عاد الدور دير في السريعه، خايفه لي يدخلوها مع تاكي مع ولدها، حيت عارفه السريعه قدام النحس، قدام النحس والله. شنيتيكا ردي بالك الصقعه، هذه راه يتزوج بها كيمشي للحبس، هذه راه منحوسه، عاد بقيت تشكري فيها الصقعه وتشوف بقيت تبقى كيشكر فيها حتى صيفطاتو، قالت لك نقرصوني الاستاذه ديالو، عندك تقول الاستاذه ديالك انت. واحد القضيه مهمه قبل ما نسالي الفيديو، طبعا نطرق لها قبيله. شفت عدة ناس، عدة القناة، عدة قنوات كيقولوا بوكريشة مشى ومن عائلة بوكريشة خلى 4 ديال الولاد، علاش ما كتدخلوش البنت الصغيرة زنوبة في الحساب؟ ياك هي بنته وبنت السريعة، علاش ما كتحسبوهاش؟ إذا القضية فيها إن القضية في الطاقية شخلاتها واحد السيدة، القضية في الطاقية علاش ما كتحسبوهاش؟ هو عنده خمسة، عنده آدم وآمين وبنته الكبيرة وبنته الصغيرة وزنوبة، علاش ما كتحسبوهمش خمسة؟ لو حنا اللي عارفين كتقولوا نتوما خمسة، حنا كنقولوا 4، علاش صافي؟ والإنسان اللي كيكون كيصور شي فيديو وكيكون السيد منفعل ولا شي حاجة كيقول الحقيقة. دابا نتوما كتقولوا عنده 4 ديال الوليدات، إيوا صافي، لا بانت المعنى لا فايدة في التكرار، علي عنده ودينات وكيدير بعاه، هو اللي ما غاديش غادي يتيقكم نتوما، فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ صافي طلعت الكتابة ديالكم، نهاية مسلسل المفرقع والسريعة. والسجن ينادي، السجن ينادي. تحياتي لكم مشاهدي الأعزاء، سعاد دير الخلوة الخلوة الخلوة.